يا أصدقاء، هذا ديدي وأنا نور الحكي. هل أنتم مستعدون؟ مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا مع نور. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. سنعطيك الطاقة يا نور. سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نور نور نور، مغامرات نور. قد نواجه صعوبات نحتاج للمساعدة. أتحرك عندما تتحركون. وبفضلكم سوف نتغلب على الصعوبات. أحتاج إلى الطاقة التي تمدونني بها. مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا مع نور. طاقة نور القصوى. الهزات. أخرى. هزات. أصدقائي، لحسن الحظ أنكم هنا. تهتز قلعتنا بقوة اليوم. أوه. واو. إنني لا أحب هذه الهزات. يجب أن نعرف من المتسبب في الهزات. شخص واحد يمكنه مساعدتنا، الحكيم. ساعدوني في العثور عليه. هل ستساعدونني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيراً. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب إلى منطقة نور. منطقة نور. هيا يا أصدقاء، افسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعدوا اللعبة من الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. هكذا؟ نعم، نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور. أشيروا بإصبعكم في الهواء هكذا. حركوه على شكل دائرة. واصلوا اللف. لف لف لف. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون. هيا يا رفاق، ستنجحون. أشعر بطاقتكم. والآن الآخر. لف لف لف. سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور القصوى. الحكيم. نعم، نجحنا يا أصدقائي. لقد جاء الحكيم. مرحباً ديدي ونور، ماذا يجري هنا؟ حسناً يا حكيم، كنا نأمل أن تخبرنا أن... لا تخبروني، لا تخبروني. تريدون أن تعرفوا لماذا تهتز القلعة هكذا؟ هذا صحيح، ولكن ما العمل؟ ترى ما السبب؟ فلنرى. أها، كما توقعت، إنه صانع الهزات. صانع الهزات؟ من هذا؟ يهز صانع الهزات الأشياء. مشيته قوية مثل الزلزال الكبير. رغم أنه صغير الحجم، إلا أن قدميه كبيرتان، ولهذا يهز كل شيء حوله وهو يسير. هل تعني أن صانع الهزات سيهز ما حوله كلما مشى في أي مكان؟ أخشى هذا يا نور. هذا مزعج. هناك حل لهذه المشكلة. سنبحث عن صانع الهزات ونمنعه من هز كل شيء في العالم. للعثور على صانع الهزات، عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب. إلى غرفة الأبواب؟ هناك ثلاثة أبواب لا أكثر. ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا. صانع الهزات. ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على صانع الهزات. أشكرك يا حكيم.
لا شكر على واجب. والآن من الأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك. سنبحث عن 3 أبواب. علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أعد حتى 3 اجروا معي. 1، 2، 3 جري! غرفة الأبواب. هيا يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو ببطء، لكن ساعدوني. هيا هيا، يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا. انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشاع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون. اجروا جميعاً، سيظهر الباب الأول. طاقة نور القصوى. اجروا يا أصدقاء. الباب. نجحنا يا أصدقائي، لقد ظهر الباب الأول. انظري، ما هذا؟ أعتقد أنه قارد، لكن يبدو أنه يطير. أريد أن أرى هذا. موصد، نحتاج إلى المفتاح. مفتاح طائر؟ هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتموني؟ هذا أمر رائع. هيا قفوا مستقيمين كأنكم بطول الزرافة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي لنمسك بالمفتاح. تمددوا عاليا. مدوا أيديكم. اقفزوا. أمسكنا بالمفتاح. أحسنتم يا أصدقائي. لندخل من باب القارد. هيا بنا. هذا حقل. حقل مليء بالحفر. لا أرى القارد الطائر. لا، هل ترون الباب الثاني؟ انظري، ها هو هناك على الجانب الآخر. هيا يا أصدقائي، هذا الأمر سهل جدا. قارد! المزيد من الهزات. واو، قوارض طائرة. كيف سنصل إلى الباب وهذه القوارض الطائرة في الطريق؟ هذا حقل القوارض الطائرة. صانع الهزات يتحرك الآن في مكان ما. عندما يمشي يطير القوارض عالياً في الهواء. لن تتمكنوا من اجتيازها وهي تطير. يجب أن تمروا أسفل القوارض وتبقوا منبطحين على الأرض. ننبطح على الأرض كي نعبر أسفل القوارض؟ يا لها من طريقة عجيبة. للانبطاح على الأرض والعبور أسفل القوارض، اختاروا حركة من الحركات. الحركات. أصدقائي، ساعدوني في اختيار إحدى الحركات. أي حيوان يمكننا أن نقلد كي ننبطح على الأرض ونعبر أسفل القوارض الطائرة؟ القنبر القافز، الصرصور الزاحف، عجل البحر المصفق. الصرصور الزاحف؟ أحسنتم. هيا يا أصدقائي، لكي نبقى على الأرض ونعبر أسفل القوارض، علينا أن نزحف نزحف مثل الصرصور. انظروا إلي. ديدي يزحف كالصرصور. لنزحف جميعا مثل الصرصور. معي في منطقة نور؟ رائع.
واحد، اثنان، ثلاثة، زحف! اصطفوا على أيديكم وأرجلكم! انبطحوا على الأرض معي يا أصدقاء! ازحفوا يا أصدقاء! احترسوا من القوارض الطائرة! ازحفوا بسرعة كي نبتعد عنها! واصلوا الزحف يا أصدقاء! أحتاج إلى الطاقة! ازحفوا معي يا أصدقاء! تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي! تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون! ازحفوا يا أصدقاء! نعم! أنتم تساعدونني! نعم! ازحفوا معي يا أصدقاء! طاقة نور القصوى! انبطحوا وازحفوا بسرعة! لقد أوشكنا على الوصول! اقتربنا من البادي يا أصدقاء! نجحنا يا أصدقائي! اجتازنا القوارض الطائرة! نجحنا يا أصدقاء بفضلكم! وقت رقصة نور! هيا ارقصوا! لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا! واصلوا الرقص! هذا رقص رائع يا أصدقائي! الباب الثاني! انظري! إنه ضبع! يبدو كأنه يقفز فوق حاجز! ضبع واثب! يجب أن أرى هذا! موصد! نحتاج إلى مفتاح آخر! هل ساعدتموني؟ هذا رائع! قفوا مستقيمين! كأنكم شجرة! على أطراف الأصابع! تمددوا! تمددوا معي يا أصدقائي! تمددوا معي! ومدوا أيديكم! اخفزوا! ها هو! أشكركم يا أصدقاء! لندخل من باب الضبع الواثب! من هنا! يبدو أنه سباق نط حواجز! للضباع؟ لا وقت لمشاهدة السباق يا ديدي! يجب أن نواصل الطريق! هل ترون الباب الثالث؟ انظري! ها هو هناك! على الجانب الآخر من المضمار! هيا يا أصدقاء! يبدو أن هذا الأمر سهلاً! واو! هزات! لابد أن صانع الهزات يتمشى بالقرب من هنا! بسرعة يا أصدقاء! لنذهب قبل أن تبدأ الهزات! هلا تحركت أيتها النعامة؟ لماذا لا تريد أن تسمح لنا النعامة بالمرور؟ هذا سباق الضباع لنط الحواجز! الضباع مستعدة للوثب! كل ضبع في مكانه! لكن صانع الهزات يسقط الحواجز ولا يمكن للضباع أن تتسابق! عندما يبدأ السباق، يجب أن تلتقط الحواجز التي تقع، لكن يجب أن تسرعوا كي تتمكن الضباع من القفز فوقها. نتحرك بسرعة ونلتقط الحواجز؟ كيف نفعل هذا؟ للتحرك بسرعة والتقاط الحواجز، اختاروا حركة من الحركات. الحركات! أصدقائي، ساعدوني في اختيار إحدى الحركات. أي حيوان يمكننا أن نقلد؟ كي نتحرك بسرعة ونلتقط الحواجز حتى تتسابق الضباع. الحصان السريع، القارد الحفار، السمكة العائمة. الحصان السريع، أحسنتم. هيا يا أصدقائي، لكي نلتقط الحواجز التي تسقط على المضمار علينا أن نعدو بسرعة بسرعة مثل الحصان.
انظروا إلي. أحسنت يا ديدي. لنهدوا بسرعة مثل الحصان. هل ما زلتم في منطقة نور؟ رائع. عندما أقول ثلاثة هيا عدوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، عدوا. ارفعوا ركبكم واقفزوا. واصلوا العدوى مثل الحصان. هذا ممتع. واصلوا العدوى يا أصدقاء. أوبس. انظروا إلى أين تذهبون. أيها الأصدقاء، يجب أن نتقدم سباق الضباع. اعدوا بأقصى سرعة كي تصلوا إلى الحواجز. واصلوا العدوى. أحتاج إلى الطاقة. اعدوا معي أصدقائي. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشاع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون. واصلوا العدوى بسرعة. أنتم لها. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر الآن بطاقتكم. طاقة نور القصوى. واصلوا العدوى يا أصدقاء. سنصل عندما ينتهي السباق. نعم، نجحنا يا أصدقائي. التقطنا جميع الحواجز من أجل الضباع. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. هذا وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي، ارقصوا معي. هذا رقص رائع يا أصدقائي. أعتقد أن الضبع يريد أن يعطيك حذاء العدو يا ديدي. شكراً. واو، إنه خفيف ومريح. لابد أن هذا حذاء العدو الناعم الأخف من الهواء. لأنه خفيف ومريح يجعل وزنك أخف من الهواء. احتفظ به يا ديدي. من يدري؟ قد نحتاج إليه اليوم. الباب الثالث. صانع الهزات. ليس مصادا. هيا يا أصدقاء، لنمنع صانع الهزات من هز كل شيء حولنا. هيا بنا. واو، كأن زلزالا قد ضرب المكان. هل تعرفون من يعيش هنا يا أصدقائي؟ واو، أنا أعرف. صانع الهزات. له قدمان كبيرتان وثقيلتان حقا. إذا عثر على شيء يجعل خطواته أقل عنفا وأخف. هذا. انتظر يا ديدي، لا يمكنني أن أجرب حذاء العدو الأخف من الهواء الآن. أحاول أن أفكر في شيء يمكننا. انتظروا، حذاء العدو المريح الأخف من الهواء سيجعل أثقل الأقدام وزنا أخف بكثير. ستكون خطوات صانع الهزات ناعمة وخفيفة. أيها التنين، أنت عبقري. جرب. انظروا يا أصدقائي. هيا يا صانع الهزات، انظر ماذا عندي. انظروا إليه يا أصدقاء، لقد أعجبه. لم تعد خطواته ثقيلة وقوية، أصبحت ناعمة وخفيفة. ولا مزيد من الهزات. ولم يعد صانع الهزات يهز أي شيء في العالم.
هكذا عاد كل شيء إلى مكانه قبل الهزات العنيفة. واو! ما الذي يهز القلعة الآن؟ إنه ديدي. من الأفضل أن تلعب الحجلة في الخارج. نجحت مهمتنا اليوم يا أصدقاء. منعنا صانع الهزات بفضلكم من هز أي شيء في العالم. أشكركم جداً. هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة. أفضل رقصة من الرقصات. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم أنتم. وقت رقصة نور. هيرقص. لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. ارقصوا يا أصدقائي. تذكروا، تحركوا ولا تتوقفوا أبداً.